مولاتي. كيف صار وضع درويش؟ جرحه خطير شوية مولاتي، بس الباشا قوي وقادر يتحمل، وبإذن الله رح يقوم بالسلامة. آمين. سلطانة، انصرف. درويش، أنا هون جنبك يا درويش، مت ترعب عليك. أنت موجوع كتير؟ ألمي كله راح لما شفت عيونك. أنا هلأ صرت منيح. يا ربي تحمينا. شو هذا اللي صاير هون؟ يا بنات شو القصة؟ لك شو صاير بغيابي؟ أخيرا رجعت حجي آغا. والله أنت الله بيحبك وما بعرف على شو. شو صاير هون؟ لما حضرتك كنت مسترخي بالمي السخنة كنا عم نهرب مثل الفيران. والله كانت أطول ليلة بتمر علينا، بلا ما أحكي لك بيكون أفضل. الدم وصل للركب يا آغا. شو عم تقولي؟ وين السلطانة هندام؟ كيف وضعها؟ ما صار لها شيء ما هيك؟ ما بيهمك إلا السلطانة هندام بس. ما سألت عن الأمراء ولا عن السلطانة قسم، يعني هدول ما بيهموك؟ لا تبلشي فيني هلا، فهميني شو صار بالقصر. السلطانة صفية مرمية بالسجن، وما رح تطلع منه غير على القبر إن شاء الله. النهاية اللي بتستحقها. كل ما ترك ابني القصر بيعملوا مشكلة، وكل مرة عم ننفذ بالزور. صعب يستمر الوضع هيك يا درويش. ابني لازم يطبق القوانين ويصدر فرمان بإعدام سمو الأمير مصطفى. هذا اللي كنت بدك تقولي، ما هيك؟ ليش برأيك في غير هالطريقة ليستقر الحكم وتهدأ قلوبنا؟ ما في حل غيره. بعد اللي عشناه أنا ومولانا أكيد رح يعيد النظر بكتير قرارات مهمة، متأكد من هالشي. تأخر الوقت، رح أمشي وبرجع بعدين. لا لا لا، قعد قعد. شو عم تساوي؟ نعم نعم، ارتاح هلا وبرجع لعندك بعدين. حجي آغا، انت شو اللي رجعك؟ انا وقت سمعت باللي صار جيت بسرعة اطمن عليك يا سلطانة، ولما عرفت حضرتك هون. يلا خلينا نمشي، تصبح على خير يا باشا. وانت من اهله.